في تحذير مفاجئ إن رأى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق اتش آر ماكماستر أن خطر هجوم إرهابي آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر المأساوية على البلاد مرتفع للغاية. وأوضح المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة أصبحت أقوى الآن مما كانت عليه في سبتمبر 2001. وتابع: أولئك الذين ارتكبوا هجمات القتل الجماعي في 11 سبتمبر كانوا من المقاتلين في أفغانستان، أما اليوم فنواجه خريجي القاعدة وداعش بأعداد أكبر، ولديهم أيضا إمكانية الوصول إلى المزيد من القدرات التدميرية.